هو انا عندي 17 سنه جالي ضعف في العنايه اليمين فروحت اكبر دكاتره في مصر اكبر دكاتره في مصر فعلا ما حدش عارف انا عندي ايه كله قال لك ده حاله نفسيه من الثانويه العامه حاله نفسيه من الحياه وفي الاخر ما عرفوش انا عندي ايه سنه كامله بيدوني علاج نفسي ان انا عندي حاله نفسيه رغم ان انا من واحد من الناس ما عنديش حاجه في نفسيتي خالص طلعت ما في واحد قال لي طب تعالى اصل في عندنا دكتور في القصر العيني الفرنساوي يكشف عليك الرهيب الموتي ده اظهر ان انا عندي ام اس في المخ بعد اول مره لما دخلت المستشفى ما كانش باين عليا خالص ان انا عيانه ان انا بقى قاعده كده عادي مفيش اي حاجه ومره واحده تلاقيني صرخت جامد كان بيجي لي الم في دماغي جامد قوي لدرجه ان كان في ناس بيتخيلوا ان انا عندي صرع بداية كان يوم 19 نوفمبر 2011 كان أحداث محمد محمود اللي في الثورة فأنا كنت بنزل يعني في أحداث الثورة معظم أحداث الثورة كنت مشارك فيها فكنت من الناس اللي في الأول الشارع على طول يعني فكنت الغاز ده مش حاجة مؤثرة فيا خالص يعني لحد ما في قنبلة معينة اترمت أنا فاكرها يعني ما كانش فيها غاز بيطلع يعني كان لون بس معرفش يعني ما كانش فيه دخان أبيض طلع فالناس كلها اتحركت أنا فضلت واقف مكاني لحد بالظبط كام ثانيه لقيت نفسي اغمى عليا وقعت رجعت حاجه صفرة كده انا فاكر واغمى عليا فقت في المستشفى الميداني ومجرد ما فقت عندي انسداد حتى الشعب الهوائيه يعني ظهرت على عينيا الاثنين مشكله ان انا عينيا الاثنين كان حصل فيهم التهابات رحت للدكتور العيون واخدت العلاج بقيت كويس بعدها باسبوع بدات تحصل لي مشاكل في الضغط جامد قوي وانا مش فاهم انا في ايه لان انا كنت قبل الفتره دي انا كنت زي الجن يعني بدات بقى الدنيا اختلفت تماما ما اقدرش اقعد في الشارع كتير بتعب وانا مش فاهم انا في ايه وانا كل تخيلي تغيير جو مش عارف انا في ايه الكلام ده كله الدنيا كل شويه ابس اند داونز ابقى كويس خالص بعدين اتعب قوي تاني كويس خالص ابقى تعبان قوي لحد ما يوم 4 فبراير رحت للدكتور قعد يقول لي كهربا زيادة ورغم انها ما كانتش زيادة قوي يعني كانت الزيادة بسيطة ما تعملش كل ده بدأت بقى تجيلي حاجات غريبة يعني نص وشي الشمال كله يتشل عيني ببقي يعني بعضلات وشي كلها رحت للدكتور قال لي جلطة واداني أدوية مذيبة للجلطة وأنا أصلا عندي سيولة فده زود الموضوع يعني كنت بزداد سوءا يعني. كان كويس في المدرسة وكان هو صغير ما كانش فيه أي حاجة خالص. في شهر 1/2010 ابتدى يرجع أروح أكشف يقول لي ده بارد ده بارد لحد ما شوية شوية ابتدى جسمه ينمل فين وفين قلت له يا دكتور حوله لي أعصاب لأن شهر وأنا عمال أخد في علاج على إنه برد ومش حاسة إن هو برد. لحد ما رحنا كشفنا اعصاب فدكتور بقى قال يا ماما ولا ضغط واطي ولا ضغط عالي ولا الكلام ده كله انا محتاج له اشعه رنين على المخ الاول الدكاتره ما كانتش قايله لي وفضلت سنتين محجوز في الحسين مستشفى الحسين سنتين ولا اعرف اللي فيه عليك المرض ده في ادويه متاحه للمرض ده في كل شهر ما كانتش قايله لي كل ما نقول للدكتور هناك يقول لك ده انا مرض متاخر وحالتي متاخره ما ينفعش الحاجات دي معايا. Thank you.
4 فبراير 2012 كنت بعدي طريق وانا كنت مروح يعني ففجأة عينيا ناحية الشمال النظر بتاعها ضعف شوية. رحت تاني يوم للدكتور كان في دماغي ان هو حاجة بسيطة يعني مش في دماغي انه اي حاجة يعني مجرد انها غير نظارة او كده. فالدكتور ساعتها اول ما بص في عينيا فقال لي لا اللي انت عندك ده مش مظبوط. فالدكتور قال لي طلب مني ان انا هقعد حوالي 45 دقيقة بعد ما اخد قطرة معينة واخش له تاني. فبعد ما دخلت له فقال لي معلش هحتاج اديك قطرة تانية وهتقعد نص ساعة تانية وتخش لي. انا هنا بدأت اقلق شوية فمجرد ما دخلت له القطرة التانية فقال لي لو ينفع بس تتكلم لي والدك. فقال لوالدي ان حالتي اسمها ريترو بالبر نيورايتس وقال لي ان الحالة دي لازم يتعرض على دكتور اعصاب تاني يوم على طول يعني ما رضيش يقول انها ام اس كده على طول يعني. طبعا بسبب كمية التشخيصات الغلط والأدوية الغلط الكتير اللي أنا أخدتها ده خلى جسمي يعمل مناعة للأدوية الأعصاب لأن هي كلها أدوية لنفس الموضوع يعني الجهاز العصبي. فده أثر على عليا بقى لما يعني اتشخصت صح بدأنا بقى من الأول نسحب تأثير الأدوية دي من جسمي يعني بدأنا نوقف وقعدت فترة كبيرة ما اخدش دواء. كان أصلا عندي أتاك اللي هي اللي كان عندي يعني زي شلل نصفي كده قعدت فترة كبيرة جدا تقريبا سنة لغاية ما الأتاكس دي راحت. أنا من سن 9 سنين وأنا شغال أبا عن جدا في الديكورات. أنا طول عمري بحب الرسم بحب الرسم جدا جدا مش رسم اللي أنا أرسم شخصية بني آدم أو وش بني آدم لا بحب أرسم ديكورات وكنت الحمد لله كنت مشهور كويس يعني مشهور حلو قوي وكان موضوع فلوس كان كويس جدا جدا وكتير قوي معايا. جيت من حوالي 8 سنين كنت لازم اخد قرار اكمل شغل ولا ما اكملش شغل. ده كان اول قرار واغلى قرار في حياتي ان انا اسيب حاجه حلوه جدا في حياتي ان كانت مش فلوس بس يعني شهره وناس وزعامه زي ما بيقولوا يعني معايا 12 واحد شغالين معايا. كنت بخطوب اياميها طبعا دي بدايه الام اس معايا. هو كان معايا خطيبي الفتره دي كلها ما كانش في اي مشكله وهو اخذ الاشعه ومشي تمام. طبعا انا اياميها ما كنتش مدركه الام اس ده كان شكله ايه بالظبط بس وخرجت وما لقيتهوش هو اختفى وابتدى بقى كل حاجه تنزل بقى كل حاجه في انهيار. مامته طبعا قالت له لا دي ما تنفعش تمام. فانا كنت عايزه اثبت لنفسي لا انا اقدر وانا انفع تمام وانا اعرف افتح بيت. وقفت وحبيت ان انا اتحدى واقول لا انا اقدر تمام. هي جت على دماغي ويمكن جت على دماغي لحد اخر وقت ان لا انا اقدر واقدر اقف تمام واقدر اعمل واقدر اعيش زي ما اي حد عايش. بس هو ما كانش كده يعني انا لحد دلوقتي بضحك على نفسي. ده مرض التهابي مناعي بيصيب الماده البيضاء في المخ. ضوافري بتزرق ما بقدرش اخد نفسي ما بستحملش البرد ما بستحملش الاصوات الكتير. المخ مليان مراكز فلو جه في الالتهاب دون في مركز معين او في حته معينه بتغذي ايد رجل عين بيحصل انها بتفقد وظيفتها او بيبقى في خلل في الوظيفه. انا مش عارفه اصلي مش عارفه اسجد واروح قايمه من سجدتي كل ما امشي احدف اقع ما تمشي عدل. ايه سببه؟ ده خلل في المناعه. محدش عارف لحد دلوقتي الخلل في المناعه سببها ايه بالظبط. ابتدت رجلي تضعف قومتي تضعف مش قادره احفظ مش قادره اركز ابتديت امشي اقع فبقيت اعرج. بيسموه المرض ذو الالف وجه. سهدي الفجر عشان اصلي وده عامل حمام بيجي بطرق طبعا غريبه جدا حسب الالتهاب بيجي فين.
ده لقيت النص ده بعدها ان كان شبه ميت ما بيتحركش نهائي. بمجرد ما شاف الرنين قال له دي ما تباتش في البيت النهارده. من ساعه لغايه دلوقتي ما بقاش عارف امشي غير بيت حد يسند او عامه لازم اكون على كرسي. اهم حاجه في الموضوع ان هو يتشخص. دكاتره 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 دكاتره. الدكتور اللي عارف وكده قال لي ما تخلفيش تاني. حرانه مش قادره. لا انت عندك حساسيه في الجيوب الانفيه. قلت له طب الحمد لله انا عندي بنت. ايه اللي بيحصل لي طيب؟ طب عندك كهرباء زياده في المخ، ده دليل على الذكاء. فكان المفروض ان انا ما اخلفش تاني على كلام الدكتور. انت دلوعه، انت بتدلعي. فهو اراده ربنا ان انا خلفت تاني وتالت. قلت له دكتور عارف ان حالات الام اس دي اول ما تجيلها ان هو لازم تتحجز. قال لي لا انا مش هحجزها لما تروحي تعملي لي اشعه. انت عندك اعوجاج في العظمه اللي في المناخير اللي في النص وممكن نعمل عمليه. في ناس بيتشخصوا غرض لمدة سنين طويلة عشان كده بيحصل لهم إعاقات. بقت حرام يعني 17 سنة وهو كده حرام. المرض عمال ينتشر وهو أتاريه عندي بقاله قبلها 15 سنة. أنت عايزاني أقعده لك وأنت عارفة حقنة الكورتيزون دي بكام؟ قلت له حضرتك عارف هو بياخد الربيب ده بكام؟ قال أنا معرفش يعني إيه الربيب. مرة يقولوا نقص فيتامين دي للناس اللي هم بعاد عن الخط الاستواء وما بيتعرضوش للشمس. طبعاً فقدت السيطرة على نفسي وعملت على نفسي. عملت على نفسي وأنا في الكلية وأنا في الشارع. التعب ده أنا ما حسش بيه لكن كل مرة هو بيموت بيقتل حاجة في جسمي. تعبان 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 تعبان. معظم الأمراض بتبقى ليها علاقة بالحالة إن المناعة بتتأثر بالحالة النفسية، كل الأمراض حتى الكانسر، فالأم أس واحد منهم. والأعصاب حتى لو ماتت ما ينفعش تركها، لو بعملية حتى. أنتِ على طول عصبية كده؟ أنتِ على طول مش مستحملة؟ أنتِ ده أنتِ ما كانش بيطلع لك صوت، نفسي مش قادرة أخده. المتخصصون أنه لم يتم حتى الآن اكتشاف عقار معالج لمرض التصلب المتعدد المعروف بمرض MS والذي يصيب الفئة العمرية من سن 20 إلى 40 عاماً. أكد الأطباء المختصون أن هناك أكثر من 2 مليون شخص يصابون بمرض التصلب سنوياً على مستوى العالم. دلوقتي في مصر في تقريبا العيانين عارفين ان هم تقريبا 120 ألف، ممكن يكونوا أكثر من كده لأن مش كلهم متسجلين. أكثر المرضى موجودين في القاهرة، في كتير قوي في المحافظات، مشكلتهم إن هم لسه عشان موضوع التأمين والنفقة الدولة لسه داخل جديد على المحافظات أو على مصر، إحنا مش عارفين أعدادهم قد إيه، لكن هم فعلاً في عيانين كتير قوي، ودول طبعاً ما عندهمش أي خدمات المفروض زي القاهرة واسكندرية للأسف. محتاج علاج، هل لازم ألف بيه الكرة الأرضية عشان آخد علاجه؟ ازاي انتشر مرض الكبد الوبائي ومع ذلك الناس كلها عملوه بروباجندا كبيره في حين احنا بنموت كل يوم؟ يعني المرض ده اصلا بيجي في فتره الشباب، يا ريتنا نعرف سببه. احنا المرض الوحيد اللي ده كل الادويه اللي في العالم، ادويه بيقولوا عليها بتاعت ام اس، في حين ان الواقع بيقول ايه؟ الام اس ملوش علاج. هنضحك على بعض. قولي لي كام واحد من اللي انت قعدتي معاهم ما حكولكيش اللي انا بقوله ده باختلاف التفاصيل. عندنا ناس غير قادرين بديه على الاطلاق ان هم لا يروحوا للدكتور ولا يكشفوا ولا ياخدوا دواء. حتى سوري يعني اسف يعني فلوس المواصلات يروح بقى للدكتور معهمش. هتقولي مثلا ممكن اعملوا تامين صحي او اعملوا نفق الدوله كام ده كله. ما هم اصلا ما بيقدروش يخرجوا من بيتهم. ومين يساعد يعني مين يساعد كواحد يعني بايظ على الاخر اخده اوديه مستشفى اعمل له تامين صحي اخده اوديه مستشفى اعمل له في الدوله. هو اصلا مش قادر يساعد نفسه. هو اصلا مش قادر يدخل من بيتهم. فكنت قلت لوالدي يعني ساعتها احنا عايزين نحاول نجيب نفقه الدوله يعني. مشينا في الاجراءات والدي قعد حوالي شهر رايح جاي ومجالس الطب المتخصصه يبعتوه مش عارف مستشفى الدمرداش الدكتوره تبعت له التقرير يبات يرجع تاني مجالس الطبيه. قعد حوالي شهر دايخ لحد ما اتعرضت على لجنه متخصصه من 3 أشخاص هناك وخدوا قرار فعلا ان انا هيبقى في نفقه الدوله. ويعني والدي راح يصرف الادويه ادوله 3 حقن في 6 شهور. فانا فاكر ساعتها يعني والدي جه رمى لي الحقن قدامي وقال لي
ما تقوليش انا بقى الدوله دلوقتي تاني خالص. مع ان بقى في الدواء عن طريق نفقه الدوله والتامين المفروض ان هو يبقى 100%. مش سهل ان هو يروح ياخد يصرف الدواء يلاقي ان هو عليه فلوس بيرجع وبيتاخر بقى ساعتها عن الحقنه بتاعته ويومها. مفيش علاج، مفيش اهتمام، محدش متحملهم، محدش عايزهم، وفي اللي بتطير بره بيتهم. الموضوع متعب، متعب للدكاتره، متعب للمرضى، متعب للاهل. مش عارف يعني موضوع كبير قوي، وحاسس ان الدوله مش عامله لنا حاجه. يعني نفسي حتى يزقونا شويه عشان حتى نعرف نعيش. مش لازم ابهدل واحد عيان قاعد على السرير او قاعد على كرسي امرمط بيه كل شهرين عشان اعمل بينا في الدوله. اتصلنا بكل الجمعيات وقالوا ما نقدرش، احنا ما بنجيبش المرض ده، ما بنجيبش علاج المرض ده لانه غالي. العلاج بيقوله ب 24,000، وعند حد التاني بيقوله ب 25,000 عشان حقنه واحده في الشهر. للأسف لما بنحاول نطلب من الجمعيات الخيرية الدواء للعيانين بتوع الام اس محدش بيوافق، بيقولوا ان ده من الامراض المزمنة اللي ما بتخفش. يعني هم حكموا علينا من اصلا من الاول ان احنا دخلنا من البداية خالص عشان نطلع معاقين. العلاج بتاعنا لو واحد مليونير جاله ام اس بعد سنتين خلاص ضاعت دعم المليونير بتاعه. الموضوع كبير ومتعب ماديا جدا، متعب جسمانيا جدا. طب انت خلي مكان واحد تم، مش هطلع انا من واحد ام اس جامعه القاهره لوزاره الصحه لمدرسه طبيه متخصصه واستنى دوري بعد شهرين. هل اقدر اخلي مريض ام اس يستنى شهرين عشان يتعيد علاجنا؟ قعدت فتره على بال ما دكاتره مستشفى الطلبه يعني تاكدوا ووافقوا ان انا حاله ام اس. الاجراءات اللي بتحصل جوه مستشفى الطلبه هي كتيرة وبتزداد صعوبة. يعني دلوقتي زاد على الموضوع ان هم فجأة لقيناهم بيقولوا في ضرائب، يعني فلوس بتدفع. انا الاسبوع اللي فات قعدت تقريبا ساعة عشان يتأكدوا ان احنا دفعنا المصاريف والامور تمام. ساعة قاعدين كده معلقين المحلول بس مش مشغلين. فالمواضيع عمالة يعني تزيد صعوبة وتزيد، يعني الواحد أصلاً بيبقى مخنوق، يعني رايح أصلاً هو مش مبسوط، مش رايح يتفسح، فكمان بيزودوا الأمور تعقيداً. الموضوع معقد قوي. مريض الكلى لو ما غسلش الكلى كل 3 أيام او كل يومين هيموت، هيموت. مريض الام اس لو ما خدش علاجه بصفه منتظمه هيوصل لمرحله مش كويسه. ان الدوله بتيجي في شهر وتقول ان الدواء اتاخر علشان خاطر اتاخر ميعاده في الشحنه وكده، وان في دواء معين بيتاخد مره كل شهر. لحد دلوقتي مش مصرح، مش واخد تصريح من وزاره الصحه او من التامين، فمش بيصرفوه بسهوله، وكل شهر العيانين بتبقى مش منتظمه عليه. العلاج فعلا بقى حاجه ان احنا نحصل عليه دي ساعات بتبقى معجزه. يعني الموضوع مش بيحصل لي انا لوحدي، يعني فالموضوع صعب. لا الموضوع صعب، صعب جدا، صعب جدا جدا. الشباب الصغيره ديت هيبهدلوا، يعني ما تعالجوش كويس هيبهدلوا زي ما اتبهدلنا احنا. الواحد يفضل قاعد في مكانه 10 سنين عشان خاطر اي دواء، اي دواء مش هيعرف يجيبه. اقل دواء في الادويه اللي انا كنت باخدها الـ 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 الشهر مثلا بيتكلف 7,500، وصلنا دلوقتي ل 23,000. المشكله ان هم عارفين انهم لما يتخرجوا خلاص مفيش العلاج، مش هيبقى على نفقه الجامعه، خلاص اتخرجوا. فكانوا بيأجلوا في انهم ينجحوا، يسقطوا 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 عشان يطولوا المده اللي هم فيها في الدراسه وفي الكليه علشان خاطر ياخدوا العلاج فور فري.
الدولة هتتكفله بعد كده أكتر من لو عالجتهم وعالجتهم بعد ما يتخرجوا وساعدتهم في الشغل. الواحد خلاص حاسس إن هو عايز يبقى فيه حل هو ضمنه عشان يتخرج ويكمل حياته. إن كتير يعني أنا بقالي تقريباً 10 سنين في الكلية فكتير. لازم العيان يبقى عارف إيه اللي هياخده من الدولة ويجري عليه إزاي. فعرفت ان انا لا لازم اخد اكشن، يعني حاجه زي دي انا لازم اخد اكشن فيها سريع. ان انا لو ما خدتش اكشن مش الدواء كل مدى ما سعره بيغلى، كل شويه الدولار سعره يعلى فالدواء يغلى. ففي اللحظه دي عرفت ان انا لازم ايه هبدا بقى في ايه في القضيه. وهنا بدات بقى في ورق القضيه تاني. ف يعني دلوقتي حاليا ماشي تاني في اجراءات نفقه الدوله عشان هاخد الورق ده هبدا بيه قضيه ان انا اخد بقى ايه الزم الدوله انها تصرف لي العلاج شهريا يعني. قعدت 4 سنين بصلي ربنا ان هو ياخدني هنا. ده كان الوقت كانت تقول لي حرام عليك تصلي كده، ما ينفعش تصلي كده، ما فيش واحد بيصلي ربنا ان هو ياخده 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 4 سنين بحاله هنا. لما جالي الـ MS وتشخصت كان في 2002، كان جالي في العينين وضعف بسيط في الناحية الشمال كده في الرجل. فلما عرفت إن هو MS طبعاً فرحت جداً. ولما عرفت إنه في أنا ومش في الولاد قلت الحمد لله، لأن أنا أقدر على نفسي لكن ما أقدرش، مش هستحمل موضوع إن حد من ولادي عنده MS. هنا في مشاكل وحالة نفسية مش كويسة. أنا كنت سايبة البيت وجوزي قاعد مع مامته بيجي لي يوم في الأسبوع. هنا حصل الـ MS. طبعاً هو في البداية كان شايف إن الموضوع عادي، ولو كنت أنا العيان كنت أنتي سبتيني. وابتدت بقى المشاكل تكتر مع جوزي اللي هو حد بيزهق بسرعة، ففكوا مني تقريباً، هي تقال كده فكوا مني. مرضنا ده فيه حاجة جميلة جداً، بيعري كل الأقنعة اللي الناس كلها لابساها. بمجرد ما جاني تعبي زوج انفصل عني وطلقني، أخذ أولادي. وفي بقى أزواج مش بيتقبلوا أصلاً إن هم يتجوزوا من أصلاً يتقدموا لحد عنده MS، لأن مفيش معرفة بيه وتوعية بيه. بيخافوا إن هي تبقى معاقة في يوم الأيام، أو حتى إن هي ما تبقاش معاقة لكن تكلفة الدواء بقى هيبقى عليه وده عبء مادي كبير عليه، أو إن هو ده ولادي هيورثوا المرض. أنا ساعات بتعصب زي المجانين شوية، ببقى هادي كويس جدا شوية، أبقى رومانسي شوية وأرجع بمجنون تاني، وهكذا وهكذا وهكذا. مين يتقبل واحد مجنون زي كده يعيش معايا؟ مرض الام اس بيبقى فيه حاجه اسمها انفيزبل ساينز، انفيزبل سيمتومز، تبقى حاجات جوانا احنا. مشيت بعكاز وبعدين قعدت على كرسي لصدمه برضو كبيره جدا، كانوا اهلي السبب فيها، انه بعد وفاه جوزي بسنه ونص مصرين ان انا اتجوز اتجوز اتجوز. عادي انا بني ادمه زي بقيه الناس، لما بيجي لهم ستات بيجي لهم الام اس بيبقى عندي الإجهاد بيبقى رهيب. كنت بخلي ابني يساعدني ويغسل المواعين هو وبنتي وينشره كمان، وكنت بفضل أعيط له أقول له النبي يا حبيبي اعمل لي ويعمل لي وبيساعدني. أنا عايز أقول إن الـ MS الواحد بس محتاج 3 رعوة، واحد مسؤول عن علاجه، واحد مسؤول عن خدمته الشخصية، واحد مسؤول عن خدمته العامة، يعني هو ياخده ويديه الدكتور ويرجعه تاني. هو مين الأهل اللي يتحملوا كده؟ لما يجي لسه الاهل مثلا، اي اهل متعلمين او غير متعلمين، نقول له يعني ايه MS؟ ما يفهمش عن MS لولا ان المريض او البيشنت اللي هو عايش وسطيهم يقعد يشرح لهم مره واثنين وثلاثه، في اللي بيتفهم وفي ما بيتفهمش. عبد المسيح اب حنون جدا، زوج كويس قوي قوي، حد طيب على
كل المستويات، مع أولاده، مع مراته، مع عيلته، مع الناس اللي برا، الناس كلها بتحبه جدا جدا. هو طبعا متعصب شوية، بنحاول على قد ما نقدر نستحمل، مفيش مشكلة من العصبية شوية، بس في حاجات بتغطي على حاجات، يعني الحنية بتاعته، طلباتنا كلها مجابة، أي حاجة احنا عايزينها حاضر. أظن أي بيت أو أي أم وأولادها ما بيعزوش أكتر من كده يعني. أي نعم، هم قالوا الحالة البناين اللي زي عندي دي اللي هي الحميدة، الكتب بتقول إن من 12 ل 15 سنة هيحصل إنها تسوق بعد كده، فأنا من 2002 فأنا قربت إنها تسوق، ما أعرفش، بس أنا هفضل أعمل كل اللي أنا بعمله حتى لو سقت. ماما كانت سبورتيف جدا، الولاد كانوا سبورتيف قوي، عمر بالذات هو وميار. الزوج زوج طبعا ما بيبقاش سبورتيف غير في حاجات يعني، بس الحمد لله ابني الكبير دلوقتي هو دكتور نايب نيورولوجي، لو ما كانش انا جالي ام اس ما كانش هو هيبقى كده، فانا بحمد ربنا من كده يعني، زي ما اداني كده اداني حاجه ثانيه. البنت في اعلام، شيز فاين، بس كله غير كده طبعا في حاجات كتير اتغيرت، بس الحمد لله. أنا سليمة، بس بجد أنا مبسوطة. مش حاسس إن في دروب جامد بيحصل في صحتي، بس حاسس إن أنا صحتي يعني بيحصل فيها مشكلة بس بالراحة أوي، مش عارف ده سببه إيه. والموضوع بدأ يقلب معايا شوية، بدأت إيه ياخد بقى منحنى مختلف تماما. بدأت بقى الموضوع يخش المنحنى ده إن أنا بدأت أقلب لحالة إن أنا أفكر شوية، توصل مرحلة إن أنا أفكر في انتحار. يعني أنا بقى قاعد في البيت في الأوضة فجأة أفتح البلكونة وأموت من غير أي سبب. فكنت مستغرب إيه اللي بيحصل، أنا مش فاهم. بدأت أوصل لمرحلة أبقى راكب مع حد مثلا من صحابي العربية، أفتح الباب العربية ونط، وأنا مش عارف إيه السبب، مش عارف إيه السر إن فكرة زي دي تجيلي أصلا. بدأ الموضوع يخش منحنى أصعب في الشغل، إن أنا أبقى قاعد في الشغل، أنا الشغل بتاعي شوية محتاج تركيز لأن أنا شغال سوفت وير إنجينير، وأنا قاعد في الشغل تشتغل ليه؟ أنت ممكن تموت، أنت كده هتموت ما تشتغلش. فبدأت أحس إن أنا لأ، يعني في حاجة غلط وأنا مش عارفها، أنا مش فاهم في إيه. انا كنت داخل بنت كيف، وكان نفسي ادخل هندسه، كان نفسي اكمل وعيش حياتي واتجوز كل عيال. بس التعب هو بيكتئب يعني، وانا قاعد لوحدي، انا قاعد لوحدي، هو النهار ما بقدرش انزل، ما بقدرش اخرج طبعا لوحدي زي زمان، مش هعمل أي حاجة لوحدي، بنزل بصعوبة وبطلع بعصب. وكان ساعات بيجيلي حالات من الاكتئاب الشديد، هي مثلا بيجيلي إن أنا أموت نفسي، أرمي نفسي من البلكونة، أرمي نفسي من السلم، وعادي مكانش فيا أي حاجة. مش حابب ان افضل قاعد كده، وانا اصلا محبش اقعد، ونفسي اقوم على رجلي عشان اساعدها واخفف الحمل عليها، وعشان اعرف انام نفسي حتى كوبايه الميه، وابسط الامور اعرف ادخل الحمام، بدل ما انا ليل ونهار اقلب زومبس، علي قلب زومبس. ده ابن عمري، ده مش ابني وبس، ده ابني واخويا وكل حاجه ليا في الدنيا، وكان نفسي هو اللي يشيلني مش انا اللي اقف جنبه، يعني مثلا مش انا اللي اشيله او ان انا اعمل كده، لا، بس انا بحاول ان انا ابتسم في وشه واضحك عشان اعمل ايه. لكن هو لما جبت له الكرسي انا كان صعبان عليه، وانا جبته له كان قلبي بيتقطع، واتمنى ان انا اللي اقعد عليه وهو ما يقعدش عليه.
أهم حاجة في الموضوع الحالة النفسية، ودي بتأثر جامد قوي. ففي نسبة اللي هم نسبة السوسايدال أتاكس بتاعت الحالات الانتحارية بتبقى في الام اسرز كتيرة. أنا كنت من نوع نشيط، يعني بنزل وبروح بعمل حاجاتي وبعمل حاجات للبيت لكن لما بدأت بقى أوصل للويلتشير ولازم أنزل بحساب وأطلع بحساب وأتحرك بحساب، حسيت إن أنا اتخنقت. فبالتالي لو أنت عيطتي أو كده، وإيه يعني أنت بتعترضي على حكمة ربنا؟ يا ستي فريدي، ربنا عايزك تبقي قاعده على كرسي بعجل، هتعترضي؟ انا بقالي 23 سنه عندي ميس ما عادش كرسي متحرك، وعندي استعداد يبقى عندي 50 سنه ميس ومش على كرسي متحرك. طبعا ده براده ربنا وفضل ربنا كل حاجه، بس جوايا من جوايا مش هقعد على كرسي متحرك. انا كان نفسي ان انا يبقى عندي 6 عيال، تمام؟ دي امنيه ما قدرتش احققها، كان واحد كفايه عليا قوي. كان نفسي ان انا اعمل دبلومه. هو بيأثر طبعا على الحاله النفسيه، بيجيب الاكتئاب، المرض نفسه بيجيب اكتئاب، لأن إحنا ربنا خلقنا لسبب لحكمة إدانا المرض دوت، والحمد لله رب العالمين. بس إحنا بجد مش عارفين نتعامل ولا نعيش مع العالم اللي برا، إحنا عايزين ننعزل شوية. بنقعد نفهم الناس كتير هو مرض نفسي عضوي عصبي، بس مش عايزين نستوعبه كده. هو كل حاجة يقولك ده عنده ساعة كده وساعة كده، ده مجنون سيبوه مجنون، هو شوية وهدى. ما أنا عارف هو شوية وهدى غصب عنه مش بمزاجه، وما لما الحاجة تروح منه هي ده كده. ودي مهما خدت لها طبعا أدوية للعلاج الاكتئاب بتاخد وقت جامد قوي عشان خاطر مضادات الاكتئاب تشتغل. غير كده الدواء نفسه الكورتيزون بيعمل اكتئاب فظيع، وبيعمل إحساس رهيب بالوهن والضعف. الانترفيروز نفسهم بقى في العلاج بتاع الام اس بيجيب اكتئاب هو كمان. مين بقى اللي هيقعد يسمع مني ويقعد يطلع اللي جوايا ويقعد يحلله، وتبقي قاعده مع المفروض ان هو اخصائي اجتماعي؟ يعني انت حالتك اصلا انت عايز اخصائي اجتماعي. اجتماعنا احنا اخر مره اجتماعنا كان قبل رمضان، فانتوا وحشيني جدا، بقالنا كتير قوي ما شفناش بعض، عدى رمضان والعيد وما عملناش اجتماعات بسبب الحر وكده. دعاء انا عايزه اسمعها بقى بالتفصيل، اسمع بالظبط ايه اخر الاوضاع معاكي. الدعم النفسي لمريض الام اس مهم جدا 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 جدا، لان هو بيبتدي اول ما عارف انه عنده ام اس بيبتدي يشوف الحياه بشكل تاني، بيبتدي قلقه يزيد، بتبتدي فكرته ونظرته للحياه بتختلف. فبيبتدي بقى دور الدعم النفسي ان انا ادني محافظه على نظرته الايجابيه لنفسه وللمجتمع، عشان يدنه ينتج ويدنه يحب حب الحياة موجود ويتقبل ذاته. لأن التفاؤل من الحاجات المهمة جداً إنها لازم تدنها موجودة، لأن طول ما النفسية تعبانة طول ما المرض مستمر. انا بحكم ان انا مريض بس فحاسه بوجعهم قوي اللي هم بيقولوا انا حسيت بيه. طب ما نسمع بعض ونناقش مع بعض ونفوق بسرعه. فكان لازم اعرف ان انا في حاجه لازم تتغير، انا الادويه مش هتجيب معايا نتيجه. ما بحبش ان الواحد ياخد ان هو مثلا تعبان فيتساهل ويستسلم ومفيش مشكله وانا مش قادر وانا لا. يعني لازم تقاوح في نفسك شويه، لازم يبقى عندك اصرار. كفايه اصلا السعاده اللي انا بحسها لما بحس ان اللي حواليا يعني شايفيني ان انا
مثال قدامهم كده هم عشانه بيقوحوا. فبدات اتكلم مع واحد صاحبي، انا بدات اوصل مرحله ان هو انا مش عارف اشتغل، مش عارف ما بنزلش، قاعد في البيت ما بخرجش، مش هتحرك، انا عايز افضل في مكاني. فروحت اتكلمت معاه قلت له انا الموقف بتاعي 1 2 3 والكلام ده بيني وبينك مش عارف اعمل ايه. فدور كده لقى حاله على العين، يعني كانت وصلت لنفس الستيت بتاعتي دي وكانت عرفت تعالج نفسها تقريبا تماما يعني باليوجا والدايت والنيوتريشن والكلام ده تمام. فقال لي طب ما فيش مشكله ان انت تبدا تجرب حاجه زي دي، انت كده مش خسران حاجه. بدأت النيوتريشن، النيوتريشن كانت تغييرات كبيرة جداً عن ستايل الأكل بتاعي. أنا أولاً كان لازم أبطل خالص أي حاجة لها علاقة بالعيش، أي حاجة لها علاقة بحاجة مادة اسمها جلوتين، لازم حياتي أحاول أكون جلوتين فيها قد ما أقدر. كان لازم أبطل البروتين بتاع اللحمة الحمراء بكل مشتقاته، سواء لحمة حمراء نفسها أو سواء لبن أو أي حاجة من الكلام ده بطله خالص. فالكلام ده كان صعب عليا لأن أنا أصلاً من طبيعتي لا بحب السمك ولا بحب الفراخ، فالكلام ده كان بالنسبة لي غريب جداً، مش تخين ولا حاجة، فإن أنا أعمل دايت وألاقي نفسي اتحرمت من أكل كتير جداً ده كانت حاجة غريبة جداً. بس قلت ساعتها هجرب مش هخسر حاجة. بدأت أحس إن أنا قوتي وقدرة تحملي بتقل سنة عن سنة. أنا قررت إن أنا أعمل مشروع تخرج وما أجلوش، قررت إن أنا أتخرج وأتخلى عن الدواء. أولاً لأن أنا فعلاً تعبت من وجودي في الكلية. والدتي مثلاً نفسها تشوفني متخرجة، متضايقة علشانها، يعني أنا مش حابة إنها تحس الإحساس ده بسببي. معرفش بقى إحساسهم هيبقى إيه لما لو قطعت التسابري بعد ما اتخرج وتعبت، بس إن شاء الله ربنا مش حاسبني، أنا متأكدة إن ربنا مش حاسبني. الإفكت ظهر في يعني وقت سريع جدا، يعني يومين ثلاثة كان الإفكت بتاع الحقنة قل 90%، السخونية والتكسير والكلام ده راح. بعدها بدات ان انا قررت ان انا هبدا في تجربه اليوجا بقى، يعني فروحت السنتر بتاع اليوجا. فاول مره دخلت خضيت، يعني لقيت الناس بتقف على كتفها وناس بتقف على رجلها، وانا كان عندي بقى حاله انعدام ثقه تام يعني. فمشيت يعني خدت بعضي ومشيت. كنت في الاول بقى بجرب بقى، يعني كنت ايه بقف جنب الحيطه حاجات كده على اساس ان انا لا انا خايف يعني. شويه وقت صغيرين جدا وبدات الموضوع ان انا لا بتعب، يعني بلعب يوجا زي وسط الناس العاديين عادي جدا، مفيش اي حاجه، انا المرض ملوش اي اثر عليا. في اوضاع كتير جدا من اللي بنعملها كنت عملتها وبعملها في اليوجا بتساعدني، انا بتقوي الذاكره، يعني اوضاع كتير جدا اللي فيها حاجه اسمها انفيرجن، او ان انا ببقى مقلوب، ان انا واقف على دماغي او واقف على كتفي او واقف وقفه معينه بحيث ان الدم بينزل في المخ، الاوضاع دي كلها بتقوي الذاكره والتركيز وفعلا كانت بتفرق معايا. واخترت موضوع أنا حاسة إن هو مهم جداً في البلد دي. اخترت المستشفى متكامل، تخصصي متخصص في كل حاجة، يعني وخصوصاً اللي فيها تقصير شديد في مصر. كان في صعوبة لأن أنا إيدي فيها رعشة شديد شوية يعني. بعد ما اتخرج إيه اللي هيحصل في العلاج ده أنا ما فكرتش فيه، والواحد بيقرره ومش عارف، يعني مش عارف ربنا كاتب له ايه. بس انا قررت نفسي ان شاء الله ان شاء الله السنه الجايه تبقى اخر سنه ليا في الكليه ان شاء الله. يعني كان يعني ما كانش في قدامي بديل تاني، انا كده كان لازم انزل الشغل عشان اصرف على ابني. الخطوه التانيه رحت وقع، ما قدرتش ان انا اتحامل على نفسي اكتر لحد ما اوصل. ساعات بحس ان انا اقدر امشي لوحدي وان ده خوف مرضي، بس انا يمكن من كتر ما وقعت انا بقيت خايفه امشي، او يمكن دي القوه اللي جوايا اللي هي ملهاش وجود اصلا. كل مدى بلاقي شباب صغير كتير عندهم ام اس، وسبحان الله المفروض الام اس ده عامل لهم هبوط او 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 او
الحماية بتاعتهم تقل. لا بلاقي الحماية بتاعتهم عالية جدا. هو انتوا اصلا عايزين تشيلوا نفسكم عشان تشيلوا ناس؟ اه عندنا طاقة عايزين نشيل الناس. انا حاسة ان مفيش ولا جمعية في العالم بتعمل للمرضى زي ما رعاية بتعمل. رعاية معمولة كلها دلوقتي من مرضى، كلهم مرضى في بعض، بيحبوا بعض من غير ما يعرفوا بعض، بيساعدوا بعض من غير ما يعرفوا بعض. خدت قرار اشتغل معايا النهارده. الحمد لله انا وبنتي الهام مسؤولين لا يقل عن حاجه و60 مريض غير قادرين ماديا على الاطلاق. انا بعكازات وبنت الصنطوطه اللي عندها 18 سنه مسؤولين عن حاجه و60 واحد. في تكافل جامد قوي، في سبورت نفسي غير طبيعي، دعم نفسي رهيب بيننا وبين بعض. كلنا عيانين حاسين ببعض قوي، مفيش حد هيحس بيك زي العيان زيك. بنلف على الكنايس، بنلف على الجوامع، معنا جماعه كذا كذا كذا، بنلف على الشخصيات، ممكن من اهالينا، اهل محمد، اهل جرجس، اهل مينا، اهل احمد، يعني احنا كلنا بعضينا بناخد من بعضينا كاكتفاء ذاتي، ما فيش. بنطلب الحقن دي بطريقه لطيفه جدا وانسانيه، ان احنا نقول للعيان بص في ثلاجتك، شوف الاكسباير ديت بتاع الحقن اللي عندك ايه. لو انت مش محتاجها او عارف ان دول زياده عندك هينفعوا غيرك اللي هم غير قادرين ان هم يجيبوهم. بس ساعات نلم من نفسينا، نلم من نفسينا، نلم من نفسينا، مش مرضيه. الموضوع صعب جدا. انت معاكي مرضى ما شاء الله كل شويه بيكتروا، كل شويه بيكتروا. انا دخلت اتحجزت في مستشفى الدمرداش عشان معيش فلوس ادخل مستشفى خاصه، خلاص خلصت كل فلوسي وما بشتغلش. اتاري ربنا بعتني عشان انا اول مره ادخل مستشفى حكومي واتحجز فيها. واتفرج واشوف يعني ايه مستشفى حكومي في البلد بتاعتنا ويعني ايه العلاج هناك. قلت يا ربي طب انا مهندسه معماريه، طب ما اعمل فكره مستشفى المرضى الام اس. لا ليه؟ طب ما احنا مرضى وما عندناش مستشفى، ما يبقى لينا مستشفى لينا لوحدنا. احنا عندنا احتياجات خاصه، ان احنا اول ما بس نبقى مرتاحين نفسيا ونطمن ان احنا هناخد علاجنا علشان اللي حوالينا قبل نفسنا، احنا هندي كتير كتير كتير. انا خسرت كتير قوي في دنيتي، ومع ذلك انا ما خسرتش الضحكه اللي جوايا، بجد ما خسرتش طموحي، ما خسرتش حقي في الحياه. اذا كنا احنا ربنا مش بيحاسبنا، دي حاجه جميله. ده انا فرحانه جدا بجد، انا فرحانه ومش زعلانه من المرض، لان ربنا ده ابتلاء وخير من ابتلوا الانبياء. قلت للطبيب يداوي، قال لي اداوي ايه؟ جرحك ملوش دواء ولا يشفى بالجنيه، هروح لباب مفتوح ادعي لي يشفى ونوح، وابكي بدمع العين عشان جراحي تروح، ورب رب قلوب وله هروح واتوب، لو قدري مهما يكون انا راضيه بالمكتوب، انا راضيه بالمكتوب. حسيت بالكلمة اللي أنا كنت بسمعها طول في اليوجا، اللي هي أنت بتحس في حاجات في نفسك تتعرفهاش تعرفها. أنا كنت خلاص كنت فاقد الأمل في نفسي تماما. فالموضوع ده بدأ قلب بقى معايا الدنيا تماما لناحية إيجابية تماما. أنا بدأت أشوف الموضوع بالناحية الإيجابية بس، يعني ما بقتش بشوف الإم إس ده من الناحية السلبية خالص. الموضوع غيرني لأحسن في كل حاجة، سواء دينيا أو سواء دنيويا أو سواء نظرتي للحياة، سواء للأكل، سواء لنظرتي لجسمي، سواء لكل حاجة. كل حاجة اختلفت تماما للناحية الإيجابية. وبالفعل لاحظنا عليه احنا حتى في البيت، لاحظنا عليه تغيير كبير جدا عن اول ما جاله المرض عن دلوقتي والايام بتمر. واحنا شايفين ان الموضوع ده حاجه ايجابيه جدا لاحمد، ان هو تحدى نفسه وتحدى المرض، حط في دماغه ان هو مهما حصل انا هقاوم. كان بيقرا كتير جدا جدا جدا، ويقعد على النت ويقرا ويجيب كتب ويكلم ناس ويتواصل مع ناس جوه مصر وبره مصر عن المرض ده وازاي الناس بتتغلب عليه. ازاي ده انت خلاص كنت الدنيا قافله قدامك وتتمنى من ربنا الموت؟ لا انا دلوقتي مش ما اتمناش من ربنا الموت. انا احلامي كبيره قوي، يعني احلامي ان ما فيش ام اس ما محتاج حاجه، لانه مرض صعب تسيب البني ادم لوحده فيه. دي احلامي لمرضى ام اس، ما ينفعش ان اسيب مريض ام اس لوحده خالص خالص.